تصدروا يا اخواني تصدروا السلام عليكم. اقول هذولي ترى اهل المراه ها ويقولون على جايين بيشوفون المراه على اساس ياخذونها. انت طلقت ولا ما بعد طلقت؟ هلا ابو حمد، وش هالخبر اللي سمعنا؟ انا داري يا اخوي صالح، جانا البعرصي وحاس موازين، الله يحوس موازينه. الموضوع وما يبي له حلول، المرأة وتطلق، يلا عطونا اختنا وبس. وش اختك اخت الوريد قلامين؟ زواج باطل، فلا بد ان المرأة تروح لأهلها. هذا الكلام اللي ما لا اخذ ولا رد ولا الموضوع واضح. انت يا اخو، انت جزاك الله خير. سم، هذا موضوع عائلي، وانت وفيت وكفيت، فهمت وشلون؟ وش بلا ما تضف وجهك انت ولدك وتفكر الله يرضى عليك. انا يا جماعه بريت ذمتي انا بريتها، لكن كان يوم غبره، يوم عجاج، وام ذا الرجال ذي وام حمد. يا رجال ما تقول انت اذيتنا. لا بارك، قم انت الحد ابوك، ما انت عليك مال ابوك. قم يا جماعه بهالشغل ترى منا ملاقين حل، الله يهديكم. يا جماعة ترى الموضوع ما هو بهالبساطة، اركتوا يا جماعة اركتوا، ترى الركادة زينة. أبو سعيد متأكد من كلامه أن أختي هيلة أخت أبو حمد من الرضاع، يعني ما يبي لها يعني ولا يعنو، أختي ما تقعد عند أبو حمد ولا دقيقة. يا خال الله يهديك، بس حنا جايين نكتحلها مو قمت تعميها عاد. أذكر الله بشرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا رب، عسى ما شر. أبد والله، شوفت عينك. شلونكم يا محمد؟ عساكم بخير. الحمد لله. عساكم طيبين. بخير الله يسلمك. كيف حالكم؟ الحمد لله. وشلونكم عساكم طيبين أبو حمد؟ حنا وين وحنا وشلونكم وعساكم طيبين؟ تبي تسلم أنت؟ يا جماعة شوفوا لنا دبرة ولا حل هالموضوع اللي حنا فيه. السلام عليكم. السلام الله بالخير. يا جماعة خير يا جماعة، تراكم فاهمين الموضوع غلط. اي نعم، الموضوع اللي تتناقشان فيه انتم فاهمينه غلط. سم، انا سليمان ولد ام سليمان. ونعم، وعندي شهود اثنين. الله، هذا سليمان ولد ام سليمان. سمعت يا طويل العمر؟ نعم. هذا راشد بن حمد، اسم على اسم. ايه، هذا ولد منيره. مو هو بنا. لا، الله يرضى عليك. وش هذا الكلام الصحيح؟ الله يرضى عليك. هذا الكلام الصحيح. فاهم الغلط. الله يرضى عليك. وجهك انت مال اختي. اعوذ بالله، شفت وانا ابوك للعجوز اللي طحنا فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا، اقول لك بيطلع غواص. تبي تصير غواص؟ هم اختي بتصير طيار؟ هو انت بتصير غواص؟ شوفوا انا ابوك يذكرون جليب في عرقه، القطع لها وخلها يطب من الجليب. غواص طيار ولا يا محمد